ضيوف ابدا حال حين هذا يطلع مرقانا الله يجعله الحر من النار. خذ عندي 8 ايام واديت الواجبات اللي له علي من الواجبات حسب استطاعتي. هي. يوم جاء يوم الجمعه واروح للغنم واشري لي خروف وعزم المريه 2 معه، حديهم اسمه علي بن عزره جار لنا، لكن الثانيه ضيعت اسمه. قلت يقول انتم يا راشد وصلوا بالقريه الفلانيه وحنا بالوادي يعرفون المريه. وعزمت 2 من جماعتي اللي انا اعتزبها. 2 و2؟ اي نعم. طلعت انا وعيالي ذبحنا الخروف وزينا الغداء وشبينا الضوء، زينا القهوه ولمناها، فرشنا الفراش عليها 4 مراتب. ما شاء الله تبارك. يوم صلوا الجمعه جو. اي نعم. ويقعدون على المراتب. خر ذيب الله يرحمه. حامي الراس. وجهه جنوب. والبازين على المراشي هذا، دارت القهوه والما الغدا تغدينا الامر بازي النعمه. قلت احنا ما نقدر ننثر النعمه هذه يا عيال، عيالي 2 رشيد وحمد. قلت شيلوا الصحن راعوا بيت الشعر، بيت الشعر يمكن كيلوين. اذا لقيت واحد اعطوه الصحن. واذا ما لقيت واحد حطوا عليه صحن ثاني وحطوا عليه حجر لاجل ما يطير الغطا عنه الا ما يجون اهله. نعمه ما احنا كابينا. راحوا عياله يلقوا لهم شايب وعطوها الصحن. هم يجون يركضون، لقيت واحد قال لقينا لنا شايب واعطيناه الصحن، قلت خلوه ان جاب الصحن جابوا وما جابوا يقعد عندها مالنا ابو لزوم. خلينا شوي لو والله يوم اقبل الشايب لو والله مع الصحن ويمشي. مشي شباب لحيته حمراء من هنا الى هنا مخضبه حمر. قمنا وسلمنا عليه، لا والله اني ما بحياتي شفته لا يوم انا بالمرور والرجال ما شفته ابد ابد. سلم على الجماعه وجلس. يوم تكلم قلت يا ابو سعد خوي لنا وش اسمه الشايب هذا؟ قال اسمه ابو فلانه من الصليط، الله يستر له وياهم بالدنيا والاخره. قلت انت جد شاركت مع منديل الفهيد برنامج الباديه لثلاث سنين سمعوا صوته وعرفته بالصوت. الله اكبر. قال لي نعم انا شاركت بالباديه وطلبوا مني قصه الجار واعطيتهم اياه لثالث سنه. قلت الله يرحم والديك، لا شر انك تشوف اننا رجال ما معنا عوائل ولا معنا احد، ليش ما جيت وسعت صدرك؟ ووسعت صدورنا. تدري ان المنطقه هذه ما يجي الا منك وبك، ما عندنا جناب. قال والله يا طول العمر انا حتى لو ابو عوايل يقول الفلان واطلع واجلس عندهم لما يروحون هم وعوايلهم اعتبرني باخوتي. لكن اليوم بقول واحد من جماعتنا شاري له سياره واعد انا بروح الحائل يجيب قهوه. ولا جانا وغر لا يجي يمكم وتو شاري ينزل الى توالي عشان ما هي سياره خرذيب اللي كنا قلت لزومه. الله اكبر. ترى ما يعرف خرذيب ولا يعرفنا كلنا الا واحد من خويه. الله اكبر. خرذيب جالس. ما يدري تجيك السالفه. ما جالس بس. قال تو شاري ينزل الى توالي عشان ما هي سياره خرذيب اللي كل قلت لزومه. الله اكبر. قلت عاد انا وش خرذيب؟ قال الله يرحمه هل يقولون انه وصلت علومه من الظهران لما جت تبوك. الله يرحمه. قلت انا حسبك تعرفه؟ قال لا والله رحمة الله عليه لا والله ما اعرفه، احنا جانا الخبر انه توفي ويجب الدعاء له. والرجال جالس. اي جالس. جنبه. الله اكبر. قلت يا ابو فلانه يدعون باسم بنته وترفع الراس هي وابوها اللي جابه. يا سلام. تدري منه خبر الذيب هل انت الحجيب؟ وقال والله ما شفته ولا اعرفه. يقولون مات بعد. قلت والله حياة اللي روحك بيده واللي جعل هذا سهم مثل للناس ويشربون والرجال ان خر الذيب هل انت حجيب وراعوها اللي عندك. قال وش تقول؟ قلت والله انا هذا خرذيب بدمه ولحمه ويرتد الكاسه اللي بيده بها نصها عده والله الحين ويرتده ويقوم ويحط يديه من ورا رقبه خرذيب ويحب عينه وخشمه وراسه. قال والله يا راشد اني ما حسبك على قيد الحياه لانه جانا خبر انك ذبحت ويجب الدعاء لك، لكن الف نعمه بشاربك والقبيله اللي انت منه. الله عز الله انك رفعت روس وانا رفعت روس جماعتك. هل سلمة هذه انا لحد الان احس انها عسل على سبدي منها شمري. ما شاء الله. الله يقول الله يرحمه وصلت علوم ولا تبوك وصلت ما كذب. الجميل ما ينتخف. ابو رشيد وحنا في السياره نسولف قلت يا ابو رشيد امس انت يوم جبت سالفه الرجال وش ذكرك بالرجال؟
قال والله العظيم اني جبت سيره العطره عشان الناس تدعي له انه يدخل الجنه. قلت بيض الله وجهه ما شاء الله. يا حظ من اللي قاله واحد يذكر اسمه وهو ميت. والله يا حظ من اللي قاله واحد يذكره. إيه ابو رشيد انت رمز للوفاء والله رمز والله للوفاء. والله شوف بدون قصور فحل بدون قصور الجميع. الوفاء واجب على كل رجل. نعم هذا صحيح. مع احترامي للجميع. نعم. لكن متى ما فقد الوفاء قول على الدنيا سلام. وفيت ابو رشيد ما شاء الله ضيفانكم يا المطاليق برا ينتظرون نستقبلهم ونعود مره ثانيه مجلسكم. يا سلام توكلنا على الله. يلا الله يجعلهم حرم من النار. هذا اجلس يا ابو رشيد.